رشح الموقع الأمريكي بيزنس إنسايدر مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية. وذكر تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الموقع الأمريكي سلط الضوء على ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021-2022، وكذلك امتلاك مصر أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار. هذا وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أثر جائحة كورونا، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموا في عام 2021 بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية، واصفا الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد مثالي للمستثمرين. ولفت التقرير إلى أهمية السياسات المرنة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، ومنها تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتسهيل نمو القطاع الخاص في البلاد.